مرحبا بكم متابعينا الأوفياء. موضوعنا اليوم علامات تدل على اختفاء تكيس المبايض. تكيسات المبايض هي أكياس أو جيوب مليئة بالسوائل تتكون في المبيض أو على سطحه، ويمكن لأكياس المبيض أن تكون غير مؤذية وتختفي في غضون أشهر، كما يمكن في حالات أخرى أن تسبب أعراضا خطيرة. كذلك فإن الشفاء من هذه الحالة يمكن أن يظهر من خلال مؤشرات عدة. فمن علامات اختفاء تكيس المبايض عودة انتظام دورات الحيض، وهي من أبرز العلامات التي تدل على اختفائه، خصوصاً وأن اضطراب الدورة الشهرية يعتبر عارضاً أساسياً يدل عليها نتيجة التغيرات والتقلبات الهرمونية التي تسببها هذه المتلازمة. كذلك نمو الشعر بشكل طبيعي، فنمو الشعر الغير مرغوب فيه في الجسم وبكميات كبيرة ينتج غالباً عن اختلال التوازن الهرموني، ويعد مؤشراً للمعاناة من تكيس المبايض. لذلك فإن اختلاف الإصابة بهذه الحالة الصحية لابد أن يعيد دورة نمو الشعر إلى طبيعتها مع عودة الهرمونات في الجسم إلى التوازن. من الشائع أن تظهر البثور وحب الشباب والعديد من شوائب البشرة في حال حدوث اضطرابات هرمونية في الجسم، وهذا ما تلاحظه المرأة المصابة بتكيس المبايض. ولذلك فإن عودة الهرمونات إلى الانتظام ينتج عنها صفاء الوجه وإشراقة مميزة للبشرة. كذلك عند التمكن من خسارة الوزن، في حال كان هناك العديد من الكيلوغرامات الزائدة تزداد حساسية الجسم على الأنسولين، مما يزيد من انتظام دورات الحيض وعودة الهرمونات إلى مستوياتها الطبيعية. ومن هنا يمكن القول إن الوصول إلى الوزن الصحي بعيداً من السمنة والنحافة قد يكون من علامات اختفاء تكيس المبايض. فتحول المعاناة من تكيس المبايض دون التمكن من الحمل السريع في حال التخطيط له، خصوصاً وأن التقلبات الهرمونية التي تسببها هذه الحالة الصحية تؤثر على الدورة الشهرية وبالتالي على التبويض، مما ينعكس سلباً على الخصوبة. لذلك فإن استعادة الإباضة بشكل طبيعي يدل على تحسن الخصوبة، وهذا مؤشر إلى اختفاء تكيس المبايض. لا علاجاً شافياً بشكل نهائي من تكيس المبايض، إنما يمكن للسيطرة على نمط الحياة واتباع بعض العادات الصحية وتجنب الأخرى المضرة أن يحد من الأعراض وأن يقي من المضاعفات الخطيرة.